الزهراء سلام الله عليها سألت أباها، قالت له أبا يا رسول الله ما لمن تهاون بصلاته، مو الما يصلي، لا الما يصلي هذا اغسل يدك من عنده مولانا، زين الأول ما يحاسب به العبد شنو الصلاة، لا لا هذا شنو مولاي يتهاون بالصلاة، أنا كاتب نص الرواية خاف أنساها، زين ما لمن تهاون بصلاته، اللي يتهاون بالصلاة شنو يعني يتهاون بالصلاة، يعني يصلي مثلا سريع ما تعرف الركوع من السجود، هاي واحد، لو لا يصلي صلاة الصبح يدمجها يخليها ويا من ويا صلاة الظهر، أو يعني هالمجرة يتهاون بالصلاة يعني ما مهتم بالصلاة. اسمع الرواية، إنها سألت أباها يا هي الزهراء سلام الله عليه، يا أبتاه ما لمن تهاون بصلاته من الرجال والنساء، اللي يتهاون بالصلاة شباب، اللي يتهاون بالصلاة شنو عليه أبا يا رسول الله؟ الرواية في كتاب بحار الأنوار مجلد 80 صفحة 21، مجلد مستدرك الوسائل، كتاب مستدرك الوسائل مجلد الثالث صفحة 24. زين فشنو اللي ذنب الذي يتهاون بالصلاة؟ قال يا فاطمة اسمع، من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه الله 15 خصلة، اللي يتهاون بالصلاة الله يبليه بكم خصلة؟ 15 خصلة. شنو وين هذني؟ اسمع اخوانا جدا مهمة هذه، قال 6 في الدنيا، من هاي 15 6 في الدنيا، ايش قد ظلن؟ 9، و3 عند موته وهو قاعد تطلع روحه، 3 الله يبليه، ايش قد صارن؟ 6 و3 9 بعد، و3 في قبره بالبرزخ يعني، ايش قد صارن؟ 12، و3 يوم القيامة إذا خرج من قبره، ايش قد صارن؟ 15. شنو أبا يا رسول الله هذني؟ عجيبة هذه الرواية والله، وأنا اخترتها متعمدا. قال أما التي في دار الدنيا، كم واحدة قلت لك دار الدنيا؟ 6. أولا يرفع الله البركة من عمره، عمره بركة ما بي يولد ويعيش ويكبر ويخلف لكن يموت وما حد يدري بي، ليش؟ لأن عمره بركة ما بي، بس يموت هم ذكرى يموت وياه، بس بعض الناس الله بارك بيهم، صح له لا؟ الآن العلامة المجلسي رحمة الله عليه صاحب كتاب بحار الأنوار، ميت لو حي؟ حي بالأصل، ما هو ميت، هو مات من زمان، بس بالأصل شنو مولانا؟ هاي البركة، هاي البركة بالعمر، بس بعض الناس يطب الدنيا طويل ويطلع من الدنيا هم طويل، لا يحلو لا يربط، ماكو شيء، هذا شنو؟ بركة بعمره ما بي. زين هاي واحد، قال يرفع، هن 6، يرفع الله البركة من عمره، 1، الثانية يرفع الله البركة من رزقه، رزقه بركة، هو يشتغل ومرته تشتغل وبنته تشتغل وابنه يشتغل، هو عنده شغلتين وبعد يصيح ما عندي، وصدق ما عنده، صدق فقر ما عنده شيء، ليش؟ لأن رزقه بركة ما بي. وأكو بعض الناس عنده 15 برقبته 15 ولد أو بنته وكذا وزوجه وهو 15 وعنده شغلة وحده ويغذي نفسه ويغذي غيره مولانا ويعيش بعزة وكرامة، ليش؟ لأن الرزق بي بركة، لكن المتهاون بالصلاة رزق بركة ما بي. هاي 2، يرفع الله البركة من عمره ومن رزقه، 2، 3، يمحو، هاي حلوة هاي، يمحو الله عز وجل من وجهه سيماء الصالحين، ثقيل ما ينحمل، يعني بس تشوفه ثقيل على القلب ما ينحمل، ليش؟ لأن وجهه ما بي سيماء الصالحين، ما بي أثر، أثر الإيمان ما بي، نور الإيمان الله يرفعه من عنده، شوفه حتى لو هو جميل بس ثقيل ما ينحمل، ما ينحمل. زين هاي 3، الرابع مولانا كل عمل يعمله لا يؤجر عليه، أي عمل يسويه أجر ما إله، ليش؟ لأن أول ما يحاسب به العبد شنو؟ الصلاة، إن قبلت هاي كلها تنقبل، وإذا ما قبلت بعد وإن رد شنو؟ رد خلاص هاي، إذن أساس الشيء شنو؟ الصلاة. زين إيش قصارة؟ 3 أو 4 عشان لا تضيعون، ديروا بالكم. زين 4، الخامس مولانا لا يستجيب الله دعاءه، هذا اللي متهم بالصلاة، ما عنده ذرية، اللهم ارزقني ذرية، الله سبحانه ما يرد عليه ولا لغرض به، اللهم ارزقني أنا مريض شافيني ما يشد لراس، ليش؟ وحدة من أسباب عدم استجابة الدعاء التهاون وين؟ بالصلاة. هاي ايش قصارا؟ 5، السادسة اللي في الدنيا، هاي أشد من كلها، هاي السادسة أنا خليتها بالأخير أشد من كلها، مو بس دعاء لا يستجاب، اسمع، ليس له حظ في دعاء الصالحين، يعني حتى الخير إذا يدعي لهم هم الله ما يستجيب،
يعني هذا الله شامره، هذا مو بس دعاء لا يستجاب، حتى لو تشوف له خير مؤمن تقول له، يقول له ابويا ادعي لي حتى الخير لو يدعي له ما يستجاب. زين هذا لا يستجاب، ايش قصارا؟ ستة. زين هاي الستة في عالم الدنيا، هذا ياهو هذا المتهاون، مو الما يصلي، الما يصلي هذا عوفه، هذا خلاص لا اللي يتهاون بالصلاة بعد. وأما التي عند موته، ايش قد اللي عند الموت؟ ثلاثة. الأول يموت ذليلا، يموت بذلة أو مهانة، هاي واحد. يموت جائعا، جوعان حتى لو تو ماكل بس يموت جوعان. الثالثة أهم شنو؟ يموت عطشانا، فلو سقي أنهار الأرض لم يروى من عطشه. لو أنهار القاع يصبونه بحلقة مولانا ما يرتوي، ليش؟ لأن متهاون بالصلاة. هاي ثلاثة وين؟ عند الموت. وأما التي في قبره، اللي بالقبر ايش قد؟ ثلاثة. أساس قد ذكرنا احنا تسعة، عافية. أما التي في القبر، اسمع هذه مهمة، اللي بالقبر يضيق الله عليه قبره. هو القبر ضيج منه والله يريد يضيجه بعد أكثر، ها هي. زين يضيق الله عليه قبره، واحد. اثنين تكون الظلمة في قبره، هو القبر هيك اوتوماتيكيا أظلم، أو إذا الله يريد يظلم شي يصير، يصير بعض ظلمات في ظلمات، هاي اثنين. الثالثة يوكل الله به ملكا يزعجه في قبره، الله يخلي له ملك يأذيه عذبه يعني بالقبر، هاي ثلاثة. ايش قد صار المجموعين؟ 12. ظل عندنا ايش قد؟ ثلاثة. وأما التي في يوم القيامة، شنو مولاي؟ اسمع، يحاسبه الله حسابا شديدا، الله يحاسبه حساب شديد عسير. اثنين يوكل الله به ملكا يسحبه على وجهه، هيك على خشمه يسحلونه هذا هسه مهما كان هذا. زين اثنين. الثالثة لا ينظر الله إليه ولا يزكي عمله، الله هم بعد رحمة ما يرحمه مولانا. ايش قصار المجموعين؟ 15. هذا اللي تارك الصلاة، لو اللي يتهاون بالصلاة، هذا يتهاون بالصلاة، يتهاون بالصلاة، مو تارك الصلاة، يتهاون تارك الصلاة، هذا بعد على الإسلام السلام.